كان منذ أيضا دقائق كان في مؤتمر صحفي لوزيري خارجية البلدين، السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري والسفير الروسي سيرجي لافروف، ومن المفترض أنه يلتقي أيضا اليوم الرئيس عدلي منصور مع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين. معنا على التليفون دكتور نبيل رشوان خبير العلاقات المصرية الروسية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. زيارة بمثل هذه الأهمية وبمثل هذا التمثيل، يعني وزيري الدفاع والخارجية، ماذا تعني في تاريخ العلاقات المصرية الروسية في هذا التوقيت بالذات بالنسبة لمصر؟ طبعا أنا بعتبرها نقلة نوعية في السياسة الخارجية المصرية لأول مرة من حوالي 40 سنة. طبعا بلا شك زيارة بهذا الحجم ودولة بهذا الحجم زي روسيا لديها من الإمكانيات ولديها من القدرات ما تستطيع أن تؤثر به على السياسة الخارجية المصرية، تعتبر طفرة نوعية بلا شك. إيه اللي ممكن يبنى على هذه الزيارة؟ يعني النقلة النوعية كيف ترصدها وإيه أهم ملامحها في رأيك اللي بتتوقعها تكون في الفترة القادمة؟ أنا أرصدها من خلال زيارة وزير الدفاع. زيارة وزير الخارجية ربما تأتي ردا على زيارة وزير الخارجية المصري في شهر سبتمبر الماضي. أما زيارة وزير الدفاع فأنا أرصد في هذا فعلا نقلة نوعية في العلاقات بين مصر وروسيا. فلم يزر مصر وزير دفاع ربما منذ أواخر الستينيات. وأنا أتصور أن مصر الآن دخلت مرحلة جديدة من حيث تنويع مصادر سلاحها، من حيث أنها بدأت بالفعل لا تعتمد بدرجة 100% على المعونة العسكرية الأمريكية، وإنما مصر الآن أمامها المجال واسع فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية والقضايا الأمنية. وأتصور أن هذا سوف يدفع العلاقات، خاصة التعاون في هذا المجال سوف يدفع العلاقات بين مصر وروسيا إلى آفاق أرحب بكثير حتى مما يتوقعه الكثيرون الآن، وخاصة أن العلاقات أيضا الاقتصادية لم تكن سيئة للغاية، وأن مثل هذه الزيارات سوف تعطيها دفعة كبيرة جدا. نعم. طيب كان في تصريحات في المؤتمر الصحفي اللي عقد منذ دقائق، يعني من ضمنها مثلا انه سفير نبيل فهمي وزير الخارجيه المصري قال انه تنشيط العلاقات بين مع روسيا ليس بديلا لاحد لان وزن روسيا اكبر من ذلك. هل تعتقد ان هذه الجمله فيها يعني كأنها رسالة إلى الولايات المتحدة أنه مصر ستدخل مرحلة تعدد العلاقات الخارجية وليس أحادية العلاقات كما كانت في السابق؟ طبعا بدون شك، بدون شك. النهاردة الخارجية الدبلوماسية المصرية بتسعى، وده خط جديد لأن احنا ارتكبنا خطيئة لا تغتفر في أننا وضعنا كل أوراقنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكأن ليس هناك لاعبين فاعلين وأقوياء في العالم سوى الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا أقول يعني نبيل فهمي ربما رد الاعتبار لروسيا على اعتبار أن احنا يعني لا نجري إلى روسيا باعتبارها بديل وأن الأمريكان أعطونا ظهرهم وبالتالي نحن نجري على روسيا لتحل محل الأمريكان. لا، روسيا دولة قوية فاعلة متينة لها تأثير قوي في الشرق الأوسط، ولو نظرنا إلى دورها في النزاع السوري في الملف النووي الإيراني وفي غيره، روسيا دولة مؤثرة للغاية. في الملف النووي الكوري الشمالي روسيا لها دور مؤثر. في محيط الاتحاد السوفيتي السابق روسيا لها قوة فاعلة مؤثرة للغاية. إذا تحدثنا عن محيط الاتحاد السوفيتي أو طبعا الاتحاد السوفيتي السابق سنجد أنه يمثل ثلث مساحة الكرة الأرضية، وروسيا فاعلة وفاعلة بجدية في هذه المنطقة. روسيا ليست دولة صغيرة ولا يمكن أن تكون بديلا لأحد. صحيح. روسيا أنا لا أستدعيها لتكون بديلا أو محللا لعلاقات دولية خارجية. روسيا دولة كبيرة، دولة لها كرامة، دولة لها ولها تاريخ. ولا ننسى، لا ننسى أن وزير الدفاع الروسي جاء إلى مصر. ألو.
ايوه اتفضل، سامعاك حضرتك اتفضل. ولا ننسى ان نائب وزير الدفاع السوفيتي جاء الى مصر بعد هزيمه عام 1967 ومكث في مصر لمده 6 أشهر ليساعدنا في بناء دفاعاتنا عن القاهره. انا اتحدث هنا عن الدور الروسي او السوفيتي الحقيقي. انا اتكلم ايضا عن عندما كانت مدننا مستباحه امام الطيران الاسرائيلي وجاءت الصواريخ الروسيه والتي لم تكن تعطى في وقتها الا للدول الحليفه ودول إذن اذا روسيا قادمه او يعني تعود العلاقات مع روسيا لتبني على ما كان موجودا بالاساس، يعني لن تبدا من الصفر لانه العلاقات المصريه الروسيه فعلا علاقات تاريخيه. علاقات تاريخيه متينه لا يشوبها اي شائبه. واحب اذكر حضرتك بحاجه، رغم هذه الظروف السيئه التي تعيشها السياحه المصريه 90% من السياح الذين يتواجدون في مصر الان هم من السياح الروس. نعم. يعني أنا لا أتحدث ولا أبالغ في هذا الأمر وأنا أرى بنفسي. صحيح، لأنه السياحة الروسية كانت جزء كبير من السياحة يعني المصرية، وأول سياحة تقريبا عادت إلى أرض مصر بعد فترة عدم الاستقرار، تتعافى بشكل كبير جدا. طيب، فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه روسيا في المنطقة هذه الأيام، طبعا هي لاعب أساسي في ملفات عديدة، ومصر أيضا لاعب أساسي في هذه الملفات، لأنه مصر بحكم يعني دورها الاستراتيجي ومسؤوليتها ناحية الدول العربية ويعني كدولة رائدة أيضا أكيد هيكون لها مواقف. هل تتوقع أنه يكون في تضارب مصالح أو اختلاف رؤى بين مصر وبين الرؤية الروسية في بعض الملفات العربية اللي روسيا بدأ لها دور فيها في الفترة الأخيرة؟ أنا لا أتصور. إحنا من الموقف حاليا المشكلة عندنا قضيتين رئيسيتين في المنطقة، القضية الفلسطينية بالطبع اللي هي القضية المحورية، وقضية سوريا في الوقت الحاضر. بالنسبة لقضية سوريا، بعد خطاب مرسي وهذه المظاهرة التي فعلها في استاد القاهرة، وبعد أن رأينا قاطعي الرقاب والرؤوس والذين يعذبون البشر ويرتكبون المجازر الجماعية في سوريا من النصرة ودولة الدولة الإسلامية في العراق والشام، والمتطرفين الذين جاءوا من كل حدب وصوب واستقروا في سوريا التي هي تعتبر في خاصرة روسيا التي ممكن أن تؤثر على دول وسط آسيا الإسلامية ودول الفولجا ودول القفقاز. روسيا لا تريد أن ترى هؤلاء المتطرفين في سدة الحكم في سوريا ونحن نتفق معهم. نحن رفضنا الإخوان المسلمين، الشعب المصري عن بكرة أبيه خرج يرفض هؤلاء المتطرفين، وهذا نحن لا نريد حكم إسلامي، نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية. وروسيا تريد في سوريا بصرف النظر عن من يحكم دولة مدنية ديمقراطية، وليس على رأسها قاطعي رقاب وقاطعي أرجل وقاطعي أيدي ورجيم نساء. نحن لا نريد هؤلاء، نحن نعيش في القرن 21. يعني أكيد المشهد يعني في سوريا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن متوافقون مع روسيا تماما. وبالنسبة لسوريا، نحن نبحث عن حل سياسي للأزمة السورية ولا نبحث على الإطلاق عن حل عسكري. الحل العسكري غير ممكن في سوريا نظرا لأنه ليست هناك قوة مطلقة من أي من الطرفين. ولذلك الحل السياسي هو الحل الناجع في سوريا مع استبعاد قطيع الرقاب وقطيع الأرجل. طيب، يعني في رأيك دكتور نبيل، كيف ترى روسيا موقف مصر من الملف السوري؟ و يعني هل هي تقف معها في نفس التوجه ناحية ما يحدث في سوريا، أم أنها في يعني طرف آخر؟ لا، مصر تؤيد انعقاد مؤتمر جنيف 2. روسيا فاعل أساسي في عقد مؤتمر جنيف 2 بالتأكيد. نعم. مصر مع حل سياسي
صرف في سوريا. طيب روسيا ايضا مع حل سياسي. طيب دكتور نبيل، دكتور نبيل استاذنك يعني تنتظر معنا لحظات وانتقل للسفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزاره الخارجيه. صباح الخير سياده السفير. طبعا نور يا فندم. يعني لو تجمل لنا ما ورد في المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر وروسيا اللي كان منذ دقائق. يعني المؤتمر الصحفي كما حضرتك شفتيه لخص أهم المحاور الأساسية اللي تناولتها المباحثات الرسمية بين الجانبين الروسي والمصري برئاسة وزير خارجية نبيل فهمي والوزير لافروف. كان في محورين للمحادثات وتم عكسهما في المؤتمر الصحفي كما أسلفت. أولا القضايا الإقليمية والدولية، كان هناك توافق وعناصر مشتركة في الموقفين المصري والروسي فيما يتعلق بالأزمة السورية، أهمية عقد جنيف 2، أهمية الحل السياسي، لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية، القضية الفلسطينية، استمرار النشاط الاستيطاني يشكك في نوايا إسرائيل، أهمية أن تفضي هذه المباحثات إلى إقامة إلى حل يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، طبعا الدعم الروسي للمبادرة المصرية الخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، الدعم الروسي لضرورة سرعة عقد المؤتمر المؤجل للشرق الأوسط الذي كان مقررا عقده عام 2012 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي. كان هناك أيضا توافق في المواقف فيما يتعلق بعملية إصلاح الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بالملف الثنائي وكان هو الملف الأهم في المباحثات وفي المؤتمر الصحفي، فكان في اتفاق في الرؤى بين الجانبين بين الوزيرين على ان مكانه البلدين بالاضافه الى الرصيد التاريخي الهام للعلاقات المصريه الروسيه خاصه خلال حقبتي الخمسينات والستينات تحتم وتفرض احداث نقله نوعيه لتطوير هذه العلاقات في كافة المجالات. كان هناك اتفاق أيضا على أن زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين هي زيارة تاريخية لها دلالة، رسالة هامة للمجتمع الدولي، رسالة هامة تعكس مكانة مصر الإقليمية، تعكس الحرص الروسي على دفع العلاقات. تم تناول موضوعات هامة جدا سياسية اقتصادية تجارية، تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة وبدء انعقاد هذه اللجنة على مستوى الخبراء، وهي اللجنة المعنية بتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات. تم تناول المشاركة الروسية في مشروعات كبرى، بناء صوامع لتخزين القمح، مشروعات تتعلق بالطاقة بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مشروعات أخرى كبرى، تحديث وتطوير المشروعات القديمة التي تم إنشائها في الخمسينات والستينات كالسد العالي ومصانع الحديد والصلب وغيره. يعني الحديث كان على أكثر من مستوى، ليس فقط سياسي وعسكري لكن أيضا تنموي، يعني في حديث عن مشروعات كبرى وصغرى ستساهم فيها روسيا وتشارك مصر. بالضبط كده بالضبط. أما فيما يتعلق بالملف العسكري تمام، فتم تناوله بين وزيري الدفاع في البلدين، والآن الوزراء الأربعة في طريقهم إلى القصر الاتحادية للتشرف بمقابلة السيد الرئيس. نعم. وبعد ذلك سيكون هناك غذاء عمل سيجمع الوزراء الأربعة لاستمرار تناول مختلف قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات. نعم. طيب هو في وفد شعبي روسي من المفترض أنه يأتي للقاهرة؟ هو بالفعل هناك وفد شعبي وصل وأجرى لقاءات مختلفة. يعني مع مين أهم اللي موجودين في الوفد؟ يعني بيمثلوا بيعبروا عن أي طوائف في المجتمع، وإيه الأهداف المعلنة من هذه الزيارة الشعبية؟ فضل. أنا أعتقد يعني هذه الزيارة بتأتي ردا على زيارة وفدين شعبيين مصريين ذهب إلى روسيا الاتحادية وموسكو في الفترة الأخيرة. هذه رسالة تعكس الحرص الروسي على المستوى الشعبي بالإضافة إلى المستوى الرسمي لدفع العلاقات في كافة المجالات. وسيحضر الوفد
الشعب الروسي إلى وزارة الخارجية يوم السبت القادم لمقابلة أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. هذه رسائل بأن هناك توجه وحرص على المستويين الشعبيين الشعبي والرسمي في كل من مصر وروسيا الاتحادية للانطلاق إلى أفاق أرحب لتطوير العلاقات بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهم. نعم، في إجابته خلال المؤتمر الصحفي على بعض الأسئلة اللي بترمي على توتر العلاقة بين مصر والولايات المتحدة وإنه ده ممكن يكون سبب التقارب المصري الروسي، أجاب سيرجي لافروف أنه روسيا ليست بديلا لأحد. هل تطمح روسيا، يعني أولا كيف ترى هذه الإجابة، وإلى أي مدى روسيا في طريقها لاستعادة مكانتها في العالم، وشكل العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة هيكون إزاي في الفترة المقبلة؟ يعني هل يعني هذا يخرج طبعا عن، يعني أنا لا أستطيع يعني التحدث باسم الجانب الروسي، ولكن ما أستطيع أن قراءتك للإجابة. لا يعني أنا متحدث باسم وزارة الخارجية، فأستطيع أن أتحدث بما ذكره السيد وزير الخارجية نبيل فهمي منذ البداية. السياسة المصرية الخارجية بعد 30 يونيو تستند إلى تنويع البدائل لدعم استقلالية القرار المصري. نحن حريصون على الانفتاح على الجميع الاتجاه شرقا، روسيا، هناك أيضا الصين، هناك الهند، هناك البرازيل. نحن معنيون بتطوير العلاقات مع الجميع بما يعظم المصلحة المصرية. هذا لا يتعين ولا يجب أن يكون على حساب أي علاقات مع دول أخرى قائمة بالفعل. وكما ذكر الوزير نبيل فهمي قال نحن نريد البناء وليس الاستبداد، وهذا هو الخط الذي نسير عليه. نعم، هل في خطة لزيارات أخرى متبادلة بين الطرفين في الفترة القادمة من مصر لروسيا؟ هناك طبعا كما ذكرت في اللجنة المشتركة، في اللجنة تبدأ اجتماعاتها قريبا على مستوى الخبراء، وهناك دعوة كما تعلمين لزيارة للرئيس بوتين لزيارة مصر، ويجري العمل على تحديد موعدها في وقت لاحق بما يتناسب مع ارتباطات الرئيسين. نعم، أشكرك سيادة السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأعود لدكتور نبيل رشوان. حضرتك لسه معانا دكتور نبيل؟ معاك. طيب دكتور نبيل رشوان خبير علاقات المصرية الروسية، لو رجعنا مرة أخرى لعقد مقارنة يعني ممكن يكون فيها يعني تشابه واختلاف بين العلاقات المصرية الروسية في الوقت الحالي وفي الخمسينات والستينات، كيف ترى؟ العلاقات المصرية الروسية في الخمسينات والستينات كانت مبنية على أساس إيديولوجي إلى حد ما. كان في حاجة عفت بها الحزب الشيوعي، وهي إنه وفي وجود في قالوا في دول ذات أو طبيعة التطور بتاعها تطور رأسمالي، ومن ممكن أن تكون دول اشتراكية في المستقبل فيجب مساعدتها. من هذا المنطلق قامت روسيا أو الاتحاد السوفيتي آنذاك بمساعدة مصر، على أساس أن مصر كانت تبني نوعا من الاشتراكية أو كانت قريبة إيديولوجيا من الاتحاد السوفيتي. هذه واحدة. الأمر الثاني طبعا الخمسينيات والستينيات طبعا كان بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في قمة اشتعال الحرب الباردة والخلاف الايديولوجي بين الولايات المتحدة. الاتحاد السوفيتي بالايديولوجية الشيوعية كان يتوقع انهيار النظام الرأسمالي، والولايات المتحدة كانت تتوقع او تسعى لايقاع او اسقاط النظام الشيوعي حول العالم. من هذا المنطلق كانت المساعدات، وكان لهذا الطرف او ذاك كان، والاتحاد السوفيتي كذلك كان يشجع دول منظومة ما كان يعرف آنذاك بدول عدم الانحياز. دول عدم الانحياز هي الدول التي لا ترتبط أو لا تدور في فلك الولايات المتحدة. كل هذه المنطلقات طبعا لعبت دورا كبيرا في مساعدة الاتحاد السوفيتي وقتها لنا. الآن العلاقات مبنية على أساس براغماتي، وأنا أتصور أن العلاقات المبنية على تبادل المصالح وتبادل المنافع هي أقوى بكثير جدا من العلاقات المبنية على الأسس الأيديولوجية. لذلك أنا أتصور أن مرحلتنا الحالية بعلاقتنا وعلى الأخص من الجانب الروسي نعم مبنية على أساس براغماتي صرف.
ماذا تريد وماذا ستدفع. لكن احنا امامنا قضية مهمة نعم. جدا كانت في العالم كله. انا حتى ولو فرض ان انا معايا يعني اموال، فمن الممكن الا اشتري مثلا اشياء كالقمح او كالسلاح نعم. لان هذه مرتبطة بمسائل سياسية وتوازن قوة على أشكرك. مستوى العالم. نعم اشكرك دكتور نبيل رشوان خبير العلاقات المصرية الروسية، وانتقل لسيادة السفير رؤوف سعد سفير مصر في موسكو السابق. صباح الخير سيادة السفير. صباح النور. يعني من وجود حضرتك في موسكو في فترة في طبعا مهمة دبلوماسية لسنوات، يعني كيف ترى فترة لن نقول القطيعة ولكن اختلاف العلاقة ما بين مصر وروسيا على مدى سنوات، وماذا يعني عودتها بهذه القوة وبهذا الثقة المرة أخرى؟ يعني هذا حديث طويل، انما يعني يجب ان نضع السنوات الماضيه في حجمها الطبيعي. هي بكل المقاييس كانت علاقات عاديه وطبيعيه، وهناك اوجه كثيره فيها للتعاون. حجم التجاره زاد، عدد السياح زادت الى اعداد بالملايين. التعاون العسكري، وهو اشدد على هذا، التعاون العسكري مستمر حتى الآن بين الدولتين، ولكن في الإطار والنطاق الذي اتفق عليه البلدان، وبشكل أساسي لما يعني ترتضيه القيادة العسكرية المصرية. إذن فنحن كنا في علاقات عادية، لكن لو نظرنا إلى ما سبقها بالطبيعة هي أقل بكثير من الزخم التاريخي الذي كان في الحقبة المصرية. الآن هناك ظرف جديد في إفراز لثورة 30 يونيو، في أنه البوصلة السياسية لمصر يعني بدأت تعيد توجيه أولوياتها في ظل رؤية سياسية جديدة تقوم أساسا على يعني التحرك نحو المصلحة الحقيقية، وتحديد مكان هذه المصلحة وحجمها. وفي نفس الوقت لابد ان احنا يعني ناخذ الاعتبار انه مصر ليست في حاجه الى صدام مع احد. نعم. مصر تمر مرحله دقيقه جدا ومرحله في تطورها، وتريد ان تخرج من عنق الزجاجه في هذه المرحله الانتقاليه لتنتقل الى مراحل انتقاليه سوف تستمر لسنوات ممتده، لانه الانتقال هنا لا يعني الوضع المؤقت، انما يعني مواصلة جهود التنمية والاستقرار وخلافه حتى تستقر مصر على وضع اعلى بكثير مما فيه الان. طيب سيادة السفير يعني اكمل لك بس عشان يعني روسيا بقى كانت هي احد الافرازات الرئيسية لثورة 30 يونيو، نتيجة انه روسيا كانت من الدول التي اتخذت موقف واعي ومدرك لما حدث في 30 يونيو، وفي نفس الوقت الو ايوه اتفضل يا فندم مع حضرتك، وفي نفس الوقت يعكس مصالحها. نعم. فبالتالي فكأن البوصله السياسيه توجهت نحو روسيا ليس على حساب احد اخر، وليس نتيجه توتر علاقات مع الولايات المتحده او غيره، وانما نتيجه ان احنا نفتح الملف المصري الروسي برؤيه القرن ال21 وبادوات العولمه وفي مجالات متعددة، ليس بالضرورة الجزء العسكري الذي يبالغ فيه الإعلام. نعم. طيب فيما يتعلق بعلاقتنا مع الولايات المتحدة التي بالطبع ستأخذ شكلا جديدا بعد توثيق العلاقة مع روسيا مرة أخرى، ما هو شكل العلاقة التي تتوقعها بين مصر والولايات المتحدة، وشكل العلاقة أيضا بين الولايات المتحدة وروسيا في ظل الدور الصاعد لروسيا في العالم هذه الأيام؟ شوفي حضرتك، العلاقات بين مصر والولايات المتحدة لابد أن احنا نخرجها من هذه المعادلة ولو بشكل يعني مدروس، لأنه من الطبيعي في إطار التشابك العلاقات الدولية أنه أي تحرك دولي دي ثقل لابد أنه له يعني تأثير، ولما تلاقي المثلث يعني في مثلث هناك بتتكلم على روسيا والولايات المتحده ومصر، وهنا ونقطه الارتكاز مصر، معنى ان لو الظروف دي بتمر ببلد اخر ما كان سوف يحدث هذا الرد الفعل الكبير.
انما لابد ان نركز هنا ان احنا زي ما قلت في ونحن في 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 عالم غير الحرب البارده، هناك تنافسات دوليه، نحن لدينا علاقات ضخمه مع الولايات المتحده ويجب ان نحافظ عليها. كل المطلوب في علاقاتنا مع الولايات المتحده ان نضعها على اساس المصلحه المتبادله، الاحترام والتكافؤ المتبادل والشفافيه، لانه المصالح كبيره ونحن لسنا على استعداد ان احنا ندخل في صدام، ولكن لا نحن على استعداد لان يعني ندافع عن مواقفنا. وهذا ما يحدث لانه كما راينا فانه اراده الشعب المصري هي التي دفعت بالمواقف الدول الغربيه كلها انها بالتدريج تعود الى النقطه الصحيحه. نعم. ناحيه ثانيه وهذا اساسي، هناك مصالح ضخمه تربط بين روسيا والولايات المتحده، مصالح هائله، ولا احد ولا لا نحن نريد ان احنا تكون علاقتنا مع روسيا على حساب الولايات المتحده، ولا روسيا تريد انه علاقتها مع مصر تؤثر في علاقتها مع الولايات المتحده، لكن بالطبيعه كل طرف بيستخدم الاوراق التي لديه في اطار التنافس الدولي القائم، خصوصا ونحن مقبلون في منطقه الشرق الاوسط على تغيرات هائله. نعم. الامور في سيوله شديده جدا، وهناك تحركات دوليه وكما لاحظت في المؤتمر الصحفي في تركيز اساسي على موضوع سوريا. طيب هل تتوقع اي ضغوط حتى لو كانت ضغوط غير قويه يعني من الولايات المتحده على مصر في ضوء السياسه المصريه الجديده لتنويع علاقاتها وتنويع مصادر تسليحها والانفتاح على العالم اكثر في الفتره القادمه؟ يعني ما يبديه الجانب الامريكي حتى الان هو تقبل ومحاوله يعني تقرب مره اخرى من النظام في مصر، لكن هل يستمر ذلك؟ هل تتوقع انه يختلف في المستقبل؟ شوفي كلمة ضغوط، يعني أظن أنه إن كان هذا في ذهن صانع القرار الأمريكي فواضح أنه هذا الأسلوب لن يبدي، ولكني لا أعتقد أنهم يعني الموقف بالنسبة لهم يعني يصل إلى مرحلة الإقلاق لدرجة أن يمارسوا الضغط، إنما ما أتوقعه أنه مزيد من المواقف الإيجابية الأمريكية يعني حتى يعني يكون واضحا للمصريين ان الولايات المتحده يعني مهتمه بعلاقتها مع مصر، وانه وجودها يعني او علاقتها مع مصر لها اهميه ليست فقط ثنائيه ولكن ايضا لها اهميه اقليميه، ومن ثم اذا سميتيه ضغط فليكن، انما أنا أتصور أن إدارة سياستنا الخارجية بالبوصلة السياسية التي أشرت إليها سوف ليس فقط سوف تحقق التوازن، إنما سوف تعطي الثقل الحقيقي للقدرة والقوة المصرية في منطقة. نعم. أشكرك سيادة السفير رؤوف سعد سفير مصر السابق في موسكو، شكرا جزيلا ليك.